حياك الله محمد. يا هلا. متى اخر مره طلعت في لقاء كضيف؟ من زمان والله. انت ايه ما تسوي ما حد تطلع كثير انت محمد، بس تطلع من الجهه اطلع كمحاور ولا مذيع؟ كمحاور، كمذيع، كمقدم على اشتقت والله. شكرا انك استضفتني. لا بالعكس، احنا سعيدين فيك والله. ايش سالفه الكبك محمد؟ انت قلت لي انه عندك سالفه للكبك، بس فانا قلت لك خلينا نتكلم. انا يوم جيت هنا في الاستديو عندكم ذكرت ايام تصوير البرنامج، فكان هذا الكبك البسه كل يوم في كل الحلقات. كل الحلقات صورنا 34 حلقة، طلع منها 28. كل الحلقات موجود فيها الكبك. وحتى أتذكر كان المخرج محمد المسعودي مساء بخير كان يقول محمد غير لما أنا هذا الكبك كبك والدي الله يرحمه. الله يرحمه. ففي قيمة عاطفية في الموضوع. وبوي الله يرحمه كان يهتم أنك تلبس مرتب وتطلع بشكل جيد. فأتذكر أنه وأثمر الاهتمام صراحة. فأتذكر أنه كان ينزلني من السيارة إذا يعني ملخبط ولا ما كوتش ما غزين، يقول عدله وتعال. وقال لي مرة أخذ فك كبكك وأعطاني كبك ألبسه. جميل جميل. فأنت تتيمن فيه. فأعتقد إنه يمكن أبوي الله يرحمه يغفر له ما شاف ما أفعلها الآن. يعني ما جت إلا أشياء بسيطة كنت أقدم على المسرح كذا. كنت أقول ألقل حولي يعني. أكيد. ألقل حولي. وأنا متأكد إنه يعني كل عائلتك فخورين فيك محمد. أنا شخصيا فخور فيك يعني كصديق.